بسم الله الرحمن الرحيم، أحبائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد معكم ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث. بداية يا شباب، نطلب منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو أن تضغط لايك. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس أن يقدم لكم درس جديد بعنوان الأعداد الكلية والكسور للصف. شباب، الأعداد الكلية والكسور. الكسور هي الجزء من الواحد الكلي. الواحد الكلي أو أعداد الكلية عموما، مثل الواحد والاثنين والثلاثة إلى آخره. أما الكسور هي التي يكون فيها بسط ومقام وتكون أصغر من الواحد. هل أستطيع أن نكتب الأعداد الكلية هذه في شكل كسور؟ هي بالفعل تكون كسور غير فعلية لأنها أكبر من الواحد الكلي. كيف؟ نرسم في البداية خط أعداد، نبدأ من الصفر ثم الواحد ثم الاثنين ثم الثلاثة ثم الأربعة. هل نستطيع يا شباب أن نكتبها في صورة كسر؟ نرى. هذا الجزء يا شباب، الجزء الذي لون بالأحمر من صفر إلى واحد، هو الواحد. هو واحد كلي مقسم إلى جزء واحد، فنقول واحد من واحد. طيب، الاثنين يا شباب، لو أخذنا الجزء الكلي هو الاثنين كاملة، أي عندي اثنين من الواحد الكلي لكن مقسم إلى جزء واحد. الاثنين هذه مقسمة إلى جزء واحد، وكأن عندي كيس به تفاحتين. الكل عندي كيس لكن به تفاحتين، فنقول الاثنين تساوي اثنين على واحد. أيضا لو أردنا أن نكتب الثلاثة، فنقول أن الجزء الأصفر هذا يا شباب هو جزء واحد مكون من ثلاثة، لكن هو جزء واحد، فنقول وكأن عندي طبق به ثلاث برتقالات مثلا، فالكل عندي واحد، الكل واحد، لكن هو نفسه ثلاثة، فنقول ثلاثة على واحد. أيضا بهذه الطريقة نقول أن الأربعة تساوي أربعة على واحد. علمنا يا شباب العلاقة بين الأعداد الكلية والكسور. بالفعل أن الواحد يساوي واحد على واحد، الاثنين تساوي اثنين على واحد، والثلاثة تساوي ثلاثة على واحد، والأربعة تساوي أربعة على واحد. هل يمكنني يا شباب أيضا إيجاد تسميات كسرية أخرى مكافئة للأعداد الكلية؟ نرى. عندي خط أعداد مقسم إلى بعض التقسيمات، منها الأعداد الكلية، فنقول صفر وواحد واثنين وثلاثة. أيضا بعض التقسيمات إلى النصف، اثنين على اثنين التي مقامها اثنين أو الكل فيها اثنين، ثلاثة على اثنين، أربعة على اثنين، خمسة على اثنين، ست على اثنين. أيضا عندي بعض التقسيمات إلى أربعة، أهو واحد على أربعة، اثنين على أربعة، ثلاثة على أربعة، أربعة على أربعة، خمسة على أربعة، وهكذا يا شباب. نرى ما الفائدة من كل هذه التقسيمات. نلاحظ يا شباب، من يقول؟ نلاحظ أننا هنا وصلنا إلى أجزاء متكافئة، فنقول أن هذا كله متكافئ، وهذا كله أيضا متكافئ، وهذا كله أيضا متكافئ. هذا معناه شيء جميل. من يقول؟ من يبدع ويقول؟ هيا أيها المبدعون. بالفعل أن الواحد يساوي واحد على واحد، وهذه تعلمناها من السؤال السابق، ويساوي أيضا اثنين على اثنين من هذه الشريحة أهو، ويساوي أربعة على أربعة. ممتازين ممتازين. طيب، أريد بطلا يقول الاثنين تساوي كم؟ بالفعل ممتاز، الاثنين تساوي اثنين على واحد،
4 على 2 و 8 على 4 هذه يا شباب. أيضا الثلاثة من يقول؟ تفضل. ممتاز ممتاز، نفع الله بك. الثلاثة تساوي 3 على 1، 6 على 2 و 12 على 4. أيضا يا شباب، هل يمكنني إيجاد تسميات كسرية أخرى مكافئة للأعداد الكلية؟ نرى، عندي نموذج فيه اللون الأحمر واحد كلي وواحد كلي، أي أن عندي المجموع اثنين، وأيضا مقسم إلى أجزاء من ست، فنقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست، وأيضا ست في الواحد الآخر. هذا ما معناه يا شباب. من يقول؟ من البطل الذي يجيب؟ بالفعل أحسنت يا بطل، أحسنت ما شاء الله عليك، نفع الله بك. نقول أن الواحد يساوي واحد على واحد ويساوي ست أجزاء من ست. طيب لو ضممنا الواحد الأول والواحد الثاني يا شباب، فنقول أن من يجيب؟ من يجيب يا شباب؟ أن الاثنين تساوي 2 على 1 وتساوي أيضا 12 على 6. الملاحظ يا شباب دائما في إجابة الواحد أن البسط يساوي المقام، البسط يساوي المقام، البسط يساوي المقام. إن كان الرقم اللي في الأعلى 1 يكون 1، 2 يكون 2، 3 يكون 3، 6 يكون 6. فنقول 10 على 10 أو 15 على 15 أو 20 على 20 إلى آخره. الملاحظ يا شباب في الاثنين أن البسط ضعف المقام، البسط ضعف المقام، فنقول 2 على 1، 12 على 6، 10 على 5، 20 على 10، وهكذا يا شباب. خلاص وضحت؟ إن شاء الله، الله يبارك فيكم، ممتازين ممتازين. نفتح يا شباب الكتاب سويا صفحة 269. السؤال رقم 1، أعبر عن فهمي. السؤال يقول: أبرر منطقيا، أوضح كيف أعرف أن 4 على 1 تساوي الأربعة، أن الأربعة على 1 تساوي 4، أو الأربعة تساوي 4 على 1. ذكرناها منذ قليل، من يتذكر؟ عندما رسمنا خط الأعداد يا شباب، من يذكر؟ بالفعل أحسنت، وقسمناه إلى أربعة أقسام وجعلناها الصفر والواحد والاثنين والثلاثة و الأربعة. من يقول يا شباب؟ ها، عندي 4 من الواحد الكلي، ها، مقسم إلى جزء واحد، يعني الأربعة هي جزء واحد، وكان عندي طبق من التفاح فيه 4 تفاحات، هو طبق واحد لكن فيه 4 تفاحات، فنقول هو فيه 4، أي 4 في طبق، 4 في طبق، 4 على واحد. وضحت يا شباب؟ أحسنتم ونفع الله بكم. في نفس الصفحة يا شباب، صفحة 269، عندنا سؤال يقول، سؤال رقم 2، أكمل خط الأعداد أدنى. هذا هو خط الأعداد مقسم إلى أكثر من طريقة. طريقة الأعداد الكلية 0، يليه 1، يليه 2، وطريقة الكسور. هنا كم على 3؟ هنا 2 على 3 إلى آخره. أيضا طريقة الكسور كم على 6؟ كم على 6 إلى أن نصل 3 على 6 إلى آخره. طيب السؤال يا شباب، أكمل خط الأعداد أدنى. الأعداد الكلية موجودة 0 والواحد والاثنين. لو أردنا أن نكمل طريقة الكسور، أنا عندي يا شباب هنا 2 على 3، كم يكون قبلها وكم يكون بعدها إلى آخره؟ ها، من يا شباب؟ أحسنت 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 يا بطل. بالفعل يكون هنا 1 على 3 والاثنين على 3 موجودة، يكون 3 على 3 ثم 4 على 3، الخمس على 3 موجودة، فيكون 6 على 3. لو أردنا أن نكمل الكسور التي مقامها 6، نبحث عن أول واحد فيهم موجود وهو 3 على 6.
أي كسر يكون قبله ثم الذي قبله أيضا؟ نكمل يا شباب من؟ أحسنتم يا أبطال، أحسنتم. بالفعل أيضا 1 على 6، 2 على 6، يكون عندي 3 على 6 موجودة، بعدها 4 على 6، 5 على 6، 6 على 6، 7 على 6، وعندي 8 على 6 موجود، يكون بعدها 9 على 6، و10 على 6، و11 على 6، و12 على 6. السؤال التالي: باستعمال خط الأعداد أعلاه أكمل، أتى إلي 1 يساوي الكسر كم على 3 والكسر كم على 6. ننظر إلى موقع 1 يا شباب، هذا هو موقع 1، لكن معه على نفس الموقع كسر مقامه 3 وكسر مقامه 6. كم على 3 يا شباب على نفس الموقع؟ أحسنت يا بطل، ممتاز ممتاز ممتاز. 3 على 3 هو أيضا كم؟ و6 على 6، بطل. طيب الاثنين يا شباب موقعها، هذا موقع الاثنين، هذا هو موقع الاثنين. طيب عندي كسر مقامه 3 وكسر مقامه 6، ها من يا شباب؟ من؟ أحسنت، بالفعل 6 على 3 وأيضا 12 على 6. ونرجع شباب إلى سؤالنا التقليدي: ماذا تعلمنا اليوم؟ من يقول؟ من يرفع صوته؟ أحسنت يا بطل، أحسنت أحسنت ونفع الله بك. تعلمنا اليوم بالفعل الأعداد الكلية والكسور، وأننا نستطيع أن نكتب الأعداد الكلية على شكل كسر، مثل الواحد على واحد يساوي 1، والاثنين على 2 تساوي 1، والخمس على 5 تساوي 1. أما إن كان البسط ضعف المقام مثل 10 على 5 فتكون تساوي 2، 20 على 10 تساوي 2 إلى آخره. أحسنتم يا شباب ونفع الله بكم، وإلى لقاء في مرة قادمة بإذن الله، ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.